مظاهرات، رجعت مره ثانيه الشقه. نعم. ايش سويت بعدين؟ مو الشقه، السكن مال الجامعه. السكن عقب ما رجعت سكن الجامعه. انا قلت خلاص هاي مرحله وتعدي، وان شاء الله هذا الوثن اللي هو هبل عبد الناصر هذا سقط اليوم، سقط، وان شاء الله يبينا وقت نتعافى وندخل في مرحله نقاهه، ننظف المجرى الدم مالنا. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر. بس ما شفت خطوة إيجابية أنه هو تحمل المسؤولية وتنحى؟ شنو يعني تحمل المسؤولية؟ قرر أنه يبتعد عن المشهد. عمار حكي، هذا حكي. الشعب الإيطالي يوم بقى يحاسب موسوليني اللي سوى النهضة الصناعية في داخل إيطاليا، علقوه في ميلانو، علقوه نفس الجماهير اللي كانت تهتف له، علقوه. شعوب حية. هبل كانت العرب تعبده، وثن صنم موجود في الكعبة، أكبر صنم في الكعبة، في عشرات الأصنام، أكبر صنم في الكعبة كانت تعبده العرب، اسمه هبل. فالعرب كانوا يروحون يذبحون القرابين عنده وكذا وكذا وكذا. أنا أعتبر عبد الناصر هبل العرب في العصر الحديث، في الستينات كان هبل العرب كانت تعبده. يا أخي تدخل البيوت الواحد ما يعلق صورة أبوه، حتى بالكويت كانت بالكويت كانت صور عبد الناصر في البيوت، بالبيوت، فهم شلون؟ لا أقصد ما كانت ال ال ال, ال حالة عبد الناصر مرة ثانية هي ما كانت حالة خاصة في مصر فقط، هي كانت حالة عربية، وكانوا العرب من عمان إلى موريتانيا، يعني كانوا يحفون باسم عبد الناصر وصور عبد الناصر وعشق عبد الناصر، لأن مرة ثانية رونا رمز حقق لهم حلم. شنو الحلم اللي حققه؟ قول لي. مسعى لتوحيد العرب على الأقل، سعى في ذلك. حقق شيء؟ ما انا الحين مو في وارد اني اناقش انجازات عبد الناصر، لكن مره ثانيه الى اليوم هناك، لا زال الى اليوم، احنا في 2019، نعم، الى اليوم البعض ينظر الى عبد الناصر، ايه، يعزله عن نظامه، ايه، عن عبد الحكيم عامر، ايه، وعن الاخرين، يعزله ويراه رمز. انت تقول هذا كله هراء. هذا كلمه رمز تدل على ان احنا شعوب عاطفيه. شنو رمز؟ شنو رمز عمي؟ شنو رمز واحد يقودك من هزيمه سياسيه الى هزيمه اقتصاديه الى هزيمه عسكريه، ويضيع عليك سيناء، ويضيع عليك الجولان، ويضيع عليك، تعرض الى مؤامره، يقول نعم، تعرض الى مؤامره. يعني احنا في حيثيات استرجاع حيثيات الحرب وما جرى قبلها واثناءها، فيقول لك هو رجل تعرض الى مؤامره، كان موعود بشيء واكتشف شيء اخر. يعني ليش احنا بالكويت ما نقول بعد صدام تعرض الى مؤامره؟
لا احنا نقول صدام دكتاتور وانه لا دكتاتور هذا لازم يطيع ولازم هذا، ليش ما نقول بعد مؤامرة؟ لا مو مؤامرة، مو مؤامرة، النظام نفسه يحمل جرثومة سقوطه صدام، النظام نفسه. لا تقول لي مؤامرة، سقط لأن النظام آيل للسقوط، عبد الناصر سقط لأن نظام آيل للسقوط، ماكو شيء اسمه مؤامرة إطلاقا، ماكو شيء اسمه مؤامرة. من قال حق عبد الناصر يقول حق، يقول حق قوات الأمم المتحدة طلعوا وخلوني أنا وإسرائيل إحنا إحنا نتصرف مع بعض؟ من قال حق عبد الناصر مضائق تيران خلاص فتشوها هاي هذه مياه إقليمية مصرية؟ من قال له؟ هو بروحه غروره وإحساسه بأن يعني إن خلاص يعني